الفراشة اللي تألقت وأبدعت، ما اعتمدتش على جمالها ولكن أثبتت إبداعها بموهبتها. الفراشة الجميلة، جميلة اسم على مسمى، جميلة عوض. انت جايه ليه؟ انت ست مغيبه قوي كده. ليه فاكره ان انت هتحسسيني بالرفض والبرود والاهمال وتجيلي في السنه مره بهديه وانا هترمي في حضنك؟ ليه؟ عارفه ليه محدش بيختارني؟ عشان انا واحده امي ما اختارتنيش. فاكره ان كل الناس سطحيه زيك؟ ايه بهديه كل حاجه بتروح؟ ده حقها وهي خدته مني، وانا مش عايزه حد يجي جنبها. ولو سمحتي ما تجيبيش سيره لزيد، ارجوك. امشي، أنا بكرهك. تحية للجميلة جميلة عوض، دور مختلف وإبداع مختلف في دراما رمضان مع يسرا. وهي جميلة إنسانيا وفنيا. ميرسي قوي، مبسوطة إن أنا باخد منك كل الجوائز الفترة دي، يعني كل يومين جايزة معاكي. مبسوطة قوي بالجايزة دي، أول مرة أخدها من المهرجان ده. السنة دي معتزة قوي بالجوائز لأنها كانت عن دور بنت شريرة، فبحس إن دي حاجة نادرة، وإن جات لي الفرصة إنه بنت تكون بتعمل دور شرير بحس إن دي حاجة كنت محظوظة فيها قوي. مع كل جايزة بحب أشكر أول خطوة في حياتي، أستاذ جمال عدل، أستاذ تامر محسن، اللي كانوا بداية ليا وكانوا أول خطوة ليا. مع حرب أهلية بشكر جمال عدل برضو وأستاذ سامح عبد العزيز، توترت. ويسرا بموت فيها، اللي سهلت لي كل حاجة في المسلسل ده، ومستحيل كان يكون أدائي كده لو ما كانش معاها. شكرا. تحية للجميلة جميلة عوض.